ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم فكرة الفيديو راح تكون عن كيف نسوي سكين مجانا فايب فليتس جو. طبعا ما حيكون سكين مجانا، راح يكون لبسة. اول شيء لازم يكون عندكم يا ربي، يلا بسرعة 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 بسرعة. لازم يكون عندكم هذا. دقيقة بشيل الشيرت، دقيقة برجع. بعد ما تشيلون الشيرت أو الكلاسيك تي شيرت، بتروحون عند السكين. دقيقة بنخليه كده وردي. تروحون تحت، لازم يكون تنزلون تحت، تضغطون على هذا، بعدين تضغطون على اليد اللي هنا، تمروها كذا بيضة، بيطلع سكن حلو. طبعا ما الفكرة هذه فكرة تنفع، طبعا أنا أحسها فكرة مو بحلوة وايد، لأنه تخرب السكن وكذا. أنصح إنه يكون السكن كله على نفس اللون، يعني يكون كذا لون فاتح وكذي. فخلينا ننتقل للخطوة. طبعا الخطوة اللي بعدها بتروحون عند هذي. تحطون دي بتشتروها بدون ماب بدون شيء. وي شيل يا ابني شيل. اوكي، بتضغطون على هذا الكتاب. ما يحتاج كتاب، بس كذا اللي عندهم هذا الكتاب وبس. هذه الفكرة. وننتقل للفكرة الثانية. الفكرة الثانية انه لازم يكون عندكم هذه او هذه، يعني تكون بلوزة ضخمة وكذي، يعني زي هذه عادي ما تفرق اي شيء. بختار هذه. بعدين بتروح عند كلاسيك بينز، بعدين بتختاروا هذا السروال او هذا السروال. طبعا هذا السروال من ماب، وشوف النتيجة حلوة. الحين وهذه الخطوات، وطبعا بس